يذهب كثير منا إلى صالة الألعاب الرياضية وكله حماسة لرفع الأثقال والأوزان المختلفة دون الانتباه لتمارين الإحماء الضرورية جدا والتي قد تتسبب بإصابات قوية للجسم إذا أهملت. ما هي النصائح المثالية لتمارين صحية؟ ما هي طرق الإحماء؟ وهل تتنوع بتنوع الأشخاص وأعمارهم وجنسهم؟ ضيفي في الاستوديو مدرب اللياقة البدنية عمر موصلي يجيب على هذه الأسئلة وأكثر. يسعد صباحك يا صباح عمر، الخير. أهلا وسهلا أهلا، بك كيفك؟ ويانا. الحمد الله لله يسعدك. تمام، تسلم. عمر، إذا اللي قاطع فترة ما رايح للنادي الرياضي واللي يريد يبلش توه يروح للنادي رياضة من الرياضي، جديد؟ إيه، يلا شو هلا تنصحه؟ الأول شغلة على طول مثل ما قلتي بيتحمسوا العالم بأول فترة، بيروح من أول يومين ثلاثة بيعمل بطريقة كتير قوية أو كتير غلط فبينصاب أو بصير معه تشنجات فبيكره الرياضة وبيبطل، بضل أسبوع ما يلعب. يتعقد. ايه، او اللي صار له فتره طويله قاطع وكان هو رياضي قديم وكان كثير قوي وضل سنه مثلا ما يلعب، فبرجع بفكر انه بده يلعب بنفس القوه اللي كان هو فيها، بس هالشي غلط. لازم يرجع يتدرج بالطريقه لحتى يرجع يوصل للمستوى اللي هو ترك فيه. فنحن بالبدايه بننصح اول شيء للعالم اللي بدهم يروحوا، بنعمل شيء اسمه جنرال، يعني هاي انت بدك تحكي هسه للنساء والرجال عمر. هلا هذا شيء عام للنساء والرجال. هلا طيب. بيختلف الاشخاص اللي مثلا عندهم اوفر ويت، وزن كثير عالي، بفضل يضلوا على الكارديو فتره شهر او شهرين نعم. لحتى ينقصوا شوي وزن، اما طيب. الاشخاص العاديين الاوزان بتتراوح يعني بين اللي شوي فات شوي مصل وبدهم، ما في كثير سمن ما في كثير ضعف، اوكي. غالبا اول شهر بيكون التمرين هو جنرال، يعني بنشغل كل العضلات تقريبا كل عضلات الجسم بطريقه بسيطه مشان يكون جاهز الجسم للخطوه اللي بعد بعدها. للتطور. فرح نشوف هلا مجموعه تمارين يلا خلينا نشوف. بتحرك كل الجسم، يعني رح نبلش باللور بدي بالسكوات، رح نعمل طبعا على طول تمرين للمبتدئين وتمرين للي شوي احسن. المبتدئ ببلش مثل ما اتفقنا على الكرسي سكوات، بيعمل سكوات بطريقه بسيطه، هاي اول تمرين. الادفانس بيعملوا بلا كرسي، يعني بس بيعمل التمرين ما بيحط الكرسي، بيعملوا بلا كرسي. هاي بالنسبه للسكوات. التمرين الثاني بنعمل لانجز. اللانجز كمان للمستوى البدائي، بيستند على ركبته بالارض وبيستند بكرسي اذا حب، مشان يضمن انه التمرين يكون التكنيك صح، الركب ما يتجاوز المشط، وبيساعد حاله بالكرسي لحتى يضمن انه ياخذ تكنيك صح. هاي كم مرة يسويها؟ هدول التمارين فينا رياضي نعيدهم عمر. 15 مرة لكل جهة. واللي شوي أحسن أداؤه بيعمل أدفانس بلا كرسي، بيعمل التمرين نفس التمرين بس بلا كرسي، في يعمل ستيب فرونت ستيب باك إذا حب، يعني باللانجز. هذا بالنسبة لللور بدي، هي صار عندنا تمرينين. بالنسبة بنبلش هلا شولدرز، فينا نستخدم يا الدامبل يا رابر باند المطاطة اللي متوفر بالبيت أو بالنادي. بنعمل هذا التمرين الكتاف الجانبي، بيحرك مجموعة العضلية تبع الكتف اللي على الجنب، كمان هذا بنعمله 15 مرة، وبنركز كمان على الإكسهيل والإنهيل، على التنفس الشهيق والزفير على طول بالطلعة الزفير وبالنزلة الشهيق. طيب عمر، هذه الأدواء ما متوفرة وغيرها ما متوفر، هل نقدر فقط بحركة إيدينا من غير وزن؟ بالنسبة للأشخاص اللي كتير يعني بلشوا رياضة من جديد فيهم يعملوا بس بحركة الإيد، أما الشخص الرياضي ما رح يحس شيء يعني ولو يحمل ولو كيلين ثلاثة، يحس بمقاومة بس. طيب، إذا مو متوفر المطاطة في يعني أي دامبل أي شيء، يعني أي شيء أي وزن. مقاومة. أي طيب، بعد شنو تمارين؟ فينا نعمل بايسبس كمان، ننتقل لبايسبس، كمان فينا نعمل بايسبس دبل بايسبس بالايدتين سوا، كمان نفس الشيء اذا متوفر الدامبل او المطاطه او اي شيء، وفينا نعمل سنجل كمان كل ايد لحال. بنركز كمان على تكنيك الكواع، يضلوا الكواع ثابتين والتنفس بنفس الوقت. بننتقل هلا خلينا نعمل ترايسبس. بتلاحظي عم نشغل عضلات الجسم كامله، يعني بلشنا باللور بودي، شغلنا صحيح. الكتاف، هلا الايدين، بنعمل ترايسيت، بنعمل الديبس، هذا التمرين كمان مساعده كرسي، هذا التمرين غطس، هذا من التمارين الاساسيه والصعبه للترايسيبس والصعبه. هذا التمرين كمان كل تمرين بنعمله 15 مره، وفينا نعمل تمرين ثاني ترايسيبس باستخدام الدامبل، كمان بنركز على شوفي وضعيه الايدين والظهر جالسين، ونخلي الدفع بالدامبل لفوق.
عمر، للي عنده آلام بالرقبة أو آلام بالظهر، هل مناسبة هذه التمارين إلى أن هلا اللي عنده يبتعد عنها تمارين أحسن؟ اللي عنده آلام، أول شيء أنت بدك تستشيري الطبيب، يعني ينصح دائما اللي بده يبلش الرياضة يستشير الطبيب، فإذا في أي مشاكل الدكتور هو بيقول له إنه بعد عن هدول وقرب عن هدول، بس نحن بالنسبة للشخص يلي بيجينا إنه إذا عنده مشاكل إن كان بالعمود الفقري أو بالرقبة، على طول له وضع شوي خاص استثنائي، يعني في كتير قصص فيه يعملون وفي كتير قصص بدهم يتجنبون، هي يعني بلكي شي حلقة بنحكي كامل على هالقصص، يعني التمارين المسموحة للي معهم أوجاع. نعم. بنكمل للي ما عنده اوجاع، يلا نكمل للي ما عنده اوجاع بنعمل هلا كمان بعد ما خلصنا هدول بنعمل تمرين فول بادي ورك اوت بشغل كل الجسم تقريبا، البيربي مع بوش اب، بنرجع بنرضع كمان مع سكوات وداون جامب، هذا التمرين بشغل تقريبا كل عضلات الجسم. شوفي عم نشغل العضلات الابر بادي بالبوش اب وبيربي، وكمان هو مهم كتمرين كارديو بنفس الوقت، وهذا يعني عملناه بطريقه مبسطه وصعبه بنفس الوقت اللي بيحب يصعب التمرين. بعدين بننتقل لحركات الارض، بحركات الارض بنشغل كمان التمارين اللي تبع المقعده او العضلات الخلفيه للرجل بهي الطريقه، بنركز انه الرجل ثابته لفوق والرجل اللي على الارض بتكون تقريبا 90 درجه، ومخلي الدفش بالايدين، الايدين على الارض مشان تساعد شوي، والنفس لفوق بالطلعة الزفير. طيب تشينج، بنعمل التمرين الثاني كمان تشينج فيكتوريا، كمان لمنطقة الفخذ البرانية، هدول تمارين تبع الفرشة أو المات، يعني على طول بنختم بتمارين الأرض آخر شيء مشان يكون في تدريج بالليفلز، بيكون الواحد أول التمارين شغل مجموعات عضلية كبيرة وتعب شوي، فبنبلش بننزل الرتم شوي شوي. عمر، هاي تنزل الوزن أيضا هذه الأنواع من التمارين أو هي فقط تشد الجسم وتحمي؟ هدول التمارين بيشدوا الجسم وبنفس الوقت بينزلوا الوقت إذا عملوا بترتيب معين مع الراحة يبدو يكون الراحة بين التمرين والتمرين منتظمة، يعني مثلا إذا عملتي أنت هاي التمارين بثلاث مجموعات ب 15 تكرار على مدار مثلا 45 دقيقة أو 30 دقيقة، فبتحسي حالك تعبتي لأنه هو سيشن كاملة. أما إذا بدك، إذا الأشخاص اللي بيلعبوا على طول مثلا الرياضة بيلعبوا تمرين بيقدوا بيلتهوا شوي وبيرتاح فترة طويلة، طيب فما بيحس بنفس النتيجة. طيب في دقيقة من الوقت شنو ضل بعد تمارين أمان؟ فينا نعمل وحدة أبس بس تمرين معدة، كمان نركز على هذا البيسك، كمان بيعملوه ما بنعمل التمارين المعقده بالفتره الاولى، على طول بنركز على التمارين البسيطه، بنركز على وضعيه الرقبه، سند الرقبه والنفس لفوق بس بنص طلعه لفوق، هدول بالمجمل تقريبا يعني بنكون شغلنا هيك كل عضلات الجسم بطريقه متوازنه، والشخص بيلتزم على هدول التمارين لمده شهر معين، يعني شهر تقريبا، شهر الا شوي حسب كم مره بيروح على الجيم، وبعدين بصير في تعديل على الليفل، على المستوى وعلى العدات وعلى التمارين كلهم، ممكن نشكل اكثر تمارين. شكرا جزيلا لكل هذه النصائح عمر، ولتواجدك معنا في الاستديو. كان معنا مدرب اللياقه البدنيه عمر موصلي، شكرا جزيلا شكرا لك.